مرحبا الناس الكل في قناتنا الرياضية التونسية. ماذا تقصد صفحة الترجي التونسي الرسمية بهذه الصورة؟ قامت الصفحة الرسمية للترجي التونسي بتنزيل هذه الصورة منذ ساعات على حسابها، وهي الصورة لقلب السد الأسطورة الذي برخيصة بلا في نهائي رابطة أبطال أفريقيا، وهو يتوجه لمرمى الزمالك ليسجل هدف تاريخي يمكن الترجي من الحصول على عرش أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه. وأرفقت الصورة بعبارة إلا أربعة، يعني أربعة أيام أخرى لحدث يتوقع العديدون أن يكون إعلانا لفيلم وثائقي ضخم يوثق تاريخ وانتصارات الترجي العظيم من خلال جملة من اللحظات المؤثرة والحماسية التي عاشها فريق الدم والذهب طوال تاريخه. فقط نتمنى أن يعرض الفيلم في قاعات السينما حتى يساعد ميزانية الترجي في تحقيق الأرباح.